مع مال الزرع كلها معنا فرجها ومع الاعضاء النادي وكلهم بيكلموني بشكل كويس جدا يعني. انا سمعت اسماعيل فايد قال الكلام ده يعني, قال حماده صد اخويا وحبيبي طبعا طبعا, وعلاقتي بيه مستمره, ومستشار احمد فكري واستاذ الوكيل كل مجلس اداره كلهم على اتصال بيا وبكلمهم الا المهندس فرج عامر طبعا, بكلمه كل احترام بس هو يعني خد موقف خلاص تمام. لكن هو راجل ليه فضل عليا بعد ربنا طبعا, عشان خرج في الاعلام وقال ان انت السبب ومش عارف ما كانش صح يعني يقولوا عمر ما هنزل. انا كان بتكلم فرج عامر ليه فضل على مصيدي بعد ربنا انه حطك وقف معاك خلاك مدير فني بالظبط, ده لازم يشيلها له على طول مهما يقول من الكلام ويقول, لكن لازم يشيلها له طبعا ان الراجل دوت كان واقف مع حماده صدري وقفه جامده جدا, خلى حمد اثر لي سنين كتيره في حياتي. نادي سموحه ده من الانديه الكبيره في مصر, الطفره اللي اتعملت اللي عملها فرج عامر في نادي سموحه يعني اسمه يخلد هناك تمام, نقل نقله كبيره جدا نادي سموحه اجتماعيا ورياضيا طبعا بالامانه يعني, كانش موجود في الرياضه قبل كده, فكل حاجه وليها مثلا فيها سلبيات طبعا, مش هقول لك هو الراجل السوبر ولكن في سلبيات, ولكن المجمل بتاعه ناجح, راجل ناجح في إدارة النادي.